وينضم إلينا موفد التغيير من ملتقى السليمانية أحمد الأدهمي. أحمد، ضعنا في مجريات اليوم الثاني والأخير من ملتقى السليمانية، هذا الملتقى الذي جمع كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية وأيضا صناع القرار. زميلتي فريال، شكرا جزيلا. نعم، نحن اليوم في اليوم الثاني من هذا الملتقى المهم للغاية. كانت التوقعات تذهب بأن هذا الملتقى في يومه الثاني من الممكن أن تكون الشخصيات تكون أجنبية أكثر أو من دول أجنبية وليس من العراق، ولكن حقيقة الأمر كان هنالك حضورا مهما لوزراء عراقيين من الحكومة الحالية. في حقيقة الأمر يعني كانت هنالك ندوة في البداية، وهي ندوة حول العراق وتأثر العراق بمسألة التغير المناخي، كيف من الممكن التغير المناخي أن يؤثر على العراق وكيف يستعد العراق لهذه المسألة. كانت بداية هذه الندوة بحضور وزير البيئة ووزير الموارد المائية، كان هنالك حديث مهم عن طبيعة تحضير العراق لمسألة المياه والمشاكل المياه. ونحن قد التقينا بوزير الموارد المائية دكتور عون ذياب، الذي كان قد أكد لنا مسائل مهمة فيما يتعلق بتحضير العراق للتغير المناخي. تحدث عن عمليات تشجير، تحدث عن عمليات ترتيبات جديدة لحتى الفلاح العراقي وكيف من الممكن للعراق أن يواجه هذه المسألة، وكذلك تحدث عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادمة فيما يتعلق بالمياه تحديدا. سألناه حول ملف المياه إيران وتركيا، وقال وأكد لنا بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمجرد ما يصل إلى العراق سيكون ملف المياه مطروحا على الطاولة، وأن هنالك حلولا قد وضعت لهذه المسألة من الجانب العراقي. وبالتالي العراق اليوم، وإن كانت الكفة ترجح كما أكد معالي الوزير بأن تركيا هي الكفة ترجح تركيا في مسألة مثل هذه المفاوضات، لكن العراق جاهز وجاهز للغاية لهذه الزيارة فيما يتعلق بالمياه تحديدا. وحتى تحدث لنا عن ملف المياه مع إيران، وهي مشكلة أخرى أيضا كبيرة للغاية. أكد لنا أن هنالك تواصلا مع الجانب الإيراني حول هذه المسألة. طبعا اليوم نحن أمام أربع ندوات، الندوات تركز على العراق. اليوم الأول كان هو يوم يتحدث عن المشاكل والتحديات الإقليمية بين إسرائيل، بين إيران، قطاع غزة، في لبنان، حزب الله اللبناني، في سوريا، ولكن اليوم التركيز أكثر على العراق، كيف يتأثر بكل هذه التحولات. وهذا ما نود الحديث عنه أحمد، يعني حاضر بقوة فيما يتعلق بالصراعات الدولية والإقليمية، وكأن الرسائل التي أطلقها قادة العراق في هذا الملتقى لربما تحمل نفس ضبط النفس أو سياسة ضبط النفس والاحتواء. إلى أي مدى اليوم يطلق القادة العراقيون رسائل المجتمع الدولي بأنه يريد النائب نفسه عن هذه الصراعات وأن يبقى بدور الوسيط في أي صراع دولي وإقليمي؟ واضحين طبعا القادة العراقيين في هذه المسألة، وحتى قادة الفكر العراقي يتحدثون بأن العراق لا دخل له بهذه المسألة، وهنالك تأمل كبير حتى بأن لا تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة على العمق الإيراني، وإن كانت هنالك ضربة يجب أن تكون ضربة محدودة، هو نفس الأمر الذي تؤكد عليه الولايات المتحدة وغيرها. ولكن بشكل عام المشكلة أن جغرافيا دائما وأبدا العراق هو وسط هذه المعمعة، هو وسط هذا الصراع. الصواريخ الإيرانية تمر فوق العراق، وكذلك الطائرات الإسرائيلية إن أرادت وإن اخترقت واتخذوا قرارا بضرب إيران يجب أن تحلق فوق الأجواء العراقية. بالتالي العراق هو يحاول كما تفضلتي من ضبط النفس، محاولة الابتعاد عن هذا الصراع قدر الإمكان، ومحاولة كذلك أن تكون الرسائل واضحة من خلال هذا الملتقى عن طبيعة وضع العراق من كل هذا الصراع الذي يجري. ولكن لا أخفيك سرا ولا أخفي المشاهدين سرا بأن هنالك تخوفا كبيرا من أن المنطقة قد تنجر إلى حرب إقليمية في حالة نفذت إسرائيل وعيدها وضربت إيران، لأن إيران بنفسها اتخذت قرارا بأنها سترد بسرعة وبقوة على العمق الإسرائيلي، مما قد يعني الكثير بالنسبة لهذه المنطقة. نعم فريال، كيف من الممكن أن يكون شكل الدور العراقي أحمد وأنت اليوم في الملتقى، ولربما بما استمعت إليه من جلسات حوارية فيما يتعلق بالدور العراقي بهذا الشأن بالتحديد؟
مشكلة العراق في المجال الجوي الخاص به. المشكلة أن الصواريخ الإيرانية عندما حلقت باتجاه إسرائيل هي والطائرات المسيرة كانت تحلق فوق المجال الجوي، والأسئلة دائما تطرح بشكل واضح حول العراق، لماذا لم يندد بأن أجواءه اخترقت بهذا الشكل وخرقت بهذا الشكل؟ هذه هي مسألة تطرح بشكل واضح. طبعا معروف موقف العراق من إسرائيل ووضع إسرائيل، ولكن في نفس الوقت هو ليس مشاركا بهذه الضربة كحكومة وكشعب من الضربة والانتقام الإيرانية الذي وجدت إيران بأن إسرائيل هي التي خرقت الخطوط الحمراء وهي التي أرادت تطور أو تصعيد الأمر إلى هذه الدرجة وقاموا بالرد. وبالتالي بالنسبة للجانب العراقي الأمر ليس بالسهل، هو أمر محرج في حقيقة الأمر، ولكن في نفس الوقت هم بالنسبة للعراق مع الاستقرار مع انتهاء الحرب في قطاع غزة التي هي أساس كل هذا الصراع. العراق حال وحال دول المنطقة بشكل عام، إن كانت المملكة الأردنية الهاشمية وغيرها من الدول، حتى المملكة العربية السعودية، الخليج العربي، يجب أن يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة لكي تهدأ كل هذه الأمور. العراق يأخذ هذا المنحنى، ولكن المشكلة الكبيرة هو المجال الجوي العراقي دائما سيخترق، لا منظومات دفاعية قادرة على صد هذه الصواريخ، ولا في نفس الوقت مواقف من الممكن أن تكون واضحة حول ما يجري بين الطرفين. بالتالي الكل اتفق على حقيقة، من المفكرين طبعا نتحدث هنا، اتفقوا اليوم بأن من الممكن للأمر أن يزداد سوءا وأن تكون له انعكاسات على العراق، رغم أن العراق ليس جزءا من هذا الصراع. نعم. أحمد، كان هنالك لجان وجلسات حوارية ومؤكد أنها لازالت مستمرة ونحن في اليوم الثاني والأخير من هذا الملتقى، لكن أبرز مخرجات هذه الجلسات فيما يتعلق بهذا اللجان والكثير من الملفات اليوم يحملها هذا الملتقى في ظل الظروف الصعبة والحساسة؟ نعم، الملتقى اليوم والندوات بدأت في الساعة 10:00 صباحا، من المفترض آخر ندوة أن تكون في الساعة 1:13، أي كل شيء من المفترض أن ينتهي في الساعة 2:00 ظهرا. طبعا اليوم يعتبر أقصر من اليوم الأول، اليوم الأول كان كبيرا، الكثير من الكلمات المهمة التي جاءت من رئيس إقليم كردستان، رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، الدكتور برهم صالح، رئيس الجامعة الأمريكية، كانت هنالك لقاءات مهمة، ولكن اليوم لا يقل أهمية عن يوم أمس، وهذا هو المهم. المخرجات اليوم كلها تتحدث عن العراق، مشكلة العراق ليس فقط في الصراع الإقليمي الجاري في المنطقة، وإنما في التحديات التي يواجهها العراق في الداخل. يعني تحدثنا نحن عن مسألة التغير المناخي على سبيل المثال، المياه، الأمن في الداخل، وهنالك كذلك نقاشا اليوم لازلنا نترقبه طبعا في الجلسة الرابعة كما يتوقع اليوم آخر جلسة حول الحوكمة. العراق طبعا الحوكمة أو ما يجري بين بغداد وبين أربيل أيضا من خلافات، هذه أيضا مسألة يترقبها ويراقبها الغرب بشكل واضح، لأن هذه مسألة تتفاقم مع تفاقم الوضع الدولي بشكل عام، وكيف من الممكن أن تتصاعد الأمور. المشكلة أن ما يجري بين إيران وبين إسرائيل وفي قطاع غزة وفي لبنان يأخذ التركيز الأعلى، الأولوية لهذه الأمور، ولذلك اليوم هو كله للعراق بكل تأكيد. وبالتالي يحاولون الظهور والخروج بمخرجات، بحضور وزراء، بحضور شخصيات غربية مهمة من بريطانيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من مسؤولين سابقين، ومن شخصيات طبعا تقوم بعمليات التراكتو أو الدبلوماسية من الدرجة الثانية، هم أيضا موجودين في هذا الملتقى. وبالتالي نعم، هنالك مخرجات مرتقبة خاصة من الجلسة الثالثة والجلسة الرابعة فيما يتعلق في العراق تحديدا والتحديات الجيوسياسية التي يواجهها. بالتالي هنالك أيضا يجب أن أنوه فريال بأن هنالك اجتماعات جانبية لا يمكن للصحافة تصوير هذه الاجتماعات أو حضورها أو معرفة ما ممكن أن يجري فيها. يعتقد الكثيرون هنا بأن هذه الاجتماعات الجانبية ممكن أن تفضي إلى اتفاقات مهمة ممكن أن تكون لها انعكاسات جيدة على العراق بالدرجة الأساس، ويتمنى الكثيرون أن تكون لها أيضا انعكاسات جيدة على المنطقة. نعم، ومن المؤكد بأنه سيكون هنالك بيانا ختاميا لهذا الملتقى يوضح فيه كل شيء مفدى تغيير من ملتقى سليمانية. أحمد الأدهمي، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة.